ننتقل الآن إلى ضيفنا الكريم الأستاذ عماد الدين حسين. والأستاذ عماد يستحق منا الاعتذار لأننا أبقيناه منتظرا لفترة طويلة. أهلا بك أستاذ عماد، وتقبل اعتذارنا يا سيدي. أهلا بك أستاذ محمد، تحياتي. لا داعي للاعتذار يا أخي، أعلم مشاغلكم وأعلم يعني ضرورات المهنة وصعوباتها. بوركت وطبت أستاذ عماد. والله أستاذ عماد، هناك نقاط كثيرة جدا في يومنا الحافل بالأحداث هذا، والحافل للأسف بالدماء أيضا. من أي زاوية تحب أن ترى أحداث يومنا؟ من زاوية قمة القاهرة، أم من زاوية العنف المتواصل في غزة، أم من زاوية التأكيد الأمريكي على إنه إسرائيل تحت جناحنا، أم ماذا؟ كل هذه العناوين تستحق أن تناقش وتفسر بهدوء حتى نستخلص منها الدروس الصحيحة، وحتى يكون المشاهد المصري والعربي وأي مشاهد في أي مكان على دراية طبيعية. أكثر ما أخشاه أخي محمد أن نصل في لحظة ما إلى التعود على سقوط هذا العدد اليومي من الضحايا والتعامل معه كأنه أرقام عادية، بمعنى أنه لو سقط في أول يوم 300 شهيد وفي اليوم الثاني 200 شهيد فده يبقى شيء طيب وطبيعي ويصبح خبرا عاديا ويدخل في الصفحات الداخلية في الصحف أو في آخر نشرات الأخبار، وهذا أمر شديد الإيلام أن تتحول الضحايا إلى مجرد أرقام في الفضائيات ووسائل الإعلام بحكم التكرار وبحكم عدم وجود متغيرات أساسية وبحكم يعني رضاء عدد كبير للأسف الشديد من الدول المتنفذة لهذا العدوان غير المسبوق ظن الشخص ربما حتى منذ الحرب العالمية الثانية. هذا أولا. رقم اثنين، فيما يتعلق بقمة القاهرة ومؤتمر القاهرة الدولي الذي عقد بالأمس، ظني الشخصي والواضح وهو بالصدفة مقالي غدا في الشروق عن نفس هذا الموضوع، ما الذي حدث بالضبط ولماذا لم يصدر بيان ختامي؟ الأمر بوضوح شديد، مصر كانت تدرك تماما أن هناك مواقف متباينة ومختلفة، ولأنه لو أن المواقف كلها متحدة على إدانة العنف على سبيل المثال وعلى وقف الحرب ربما ما تجرأت إسرائيل من البداية على شن هذا العدوان غير المسبوق. غالبية الدول الأوروبية دعمت إسرائيل منذ البداية، عدد كبير من قادة أوروبا توافدوا وكأنهم جاءوا للحج إلى تل أبيب والقدس المحتلة ليقولوا لإسرائيل نحن معك. رأينا الرئيس الأمريكي لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي يأتي إلى إسرائيل في حالة حرب ويقول بوضوح يعني أنا يعني خزائن أمريكا المالية وترساناتها العسكرية وكل ما لدينا تحت أمركم. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جاء وقال لهم أأتي إليكم ليس بصفتي وزير الخارجية ولكن بصفتي اليهودية. حتى وزير الدفاع جاء وقال سننشر قوات للدفاع عن إسرائيل. وبالتالي ورئيس الوزراء طبعا البريطاني جاء إلى نفس إسرائيل، وغدا يفترض أظن أو بعد غد الرئيس الفرنسي يعلن قبل قليل أنه سيزور إسرائيل. ما الذي يمكن أن نفهمه من ذلك؟ نفهم بوضوح أن هناك موقفا واضحا من الحكومات الأوروبية بدعم يعني مكشوف وسافر لإسرائيل، وهذا عليه نقطة نظام مهمة جدا، عليه ألا ينسينا أن هناك رأيا عاما أوروبيا آخذ في التنامي يعارض هذه السياسات الحكومية. وهذه نقطة مهمة أستاذ عماد، يعني المفتوح. ما الذي قد يقلب الحسابات؟ يعني ما حذرت منه مصر من الاستقرار المهدد في المنطقة يحدث؟ المصالح الأمريكية الآن مهددة في العراق على سبيل المثال، وتحذيرات وأوامر بإجلاء الموظفين الأمريكان من العراق تحديدا. نعم، يعني إكمال فكرتي بسرعة، أنه الغرب كان منحازا تماما وجاء إلى مؤتمر القاهرة بنفس هذه الروح وكنا نعرف ذلك، لكن أهم ما كشف عنه مؤتمر القاهرة أنه أوضح الأمور بجلاء أمام الجميع، بمعنى أنه فكرة الاختباء خلف عبارات دبلوماسية والقول أن أوروبا ضد استهداف المدنيين في حين أنها تدعم عمليا حينما صوتت في مجلس الأمن هي والولايات المتحدة ضد قرارين لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدة الغذائية. هذا ما حصل، وهذه القيمة المهمة لمؤتمر القاهرة أنه كشف المواقف على طبيعتها للجميع وأوضح من مع العدوان ومن ضده ومن الذي يحاول أن يقف بين هذه نقطة. النقطة الثانية، مصر وأطراف كثيرة حذرت بالفعل من
أن ترك هذه الأمور، ترك العنجهية الإسرائيلية توغل في الدم الفلسطيني، ستكون له نتائج وخيمة على الاستقرار. الولايات المتحدة تعتقد أنها مجرد أن تحشد يعني حاملتي طائرات وتنشر 2000 جندي وتقف خلف إسرائيل وتمدها بكل أنواع الأسلحة، أن هذا الأمر يعني بطريقة ميكانيكية سيؤدي إلى أن تسير الأمور سيرا طبيعيا من وجهة النظر الأمريكية. وهي لا تدري أن من يعني من يزرع الريح كما يقولون يحصد العاصفة. وبالتالي ستجد أن يعني حتى لو نظريا تم القضاء على المقاومة، ستخرج مقاومة أخرى بأسماء أخرى في وقت لاحق. إسرائيل ومعها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية يعني تقهر الفلسطينيين من سنة 48 وتحتل أكثر معظم أراضيهم أو كل أراضيهم من سنة 67 وتحاصر غزة حصارا غير إنساني. ما الذي حدث؟ هل استطاعت أن تقضي على روح المقاومة أو أن ينسى الفلسطينيون القضية؟ لم يحدث. وبالتالي نعم، الولايات المتحدة للأسف الشديد جربت ذلك كثيرا في فيتنام، في أفغانستان، في أكثر من منطقة، في العراق، وخرجت مهزومة، وبالتالي عليها أن تستخلص العبر. واضح. شكرا جزيلا لك من القاهرة السيد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية.